إذا كان السفر مقدمة للعلم الواجب. أنا في هذا البلد ما أتمكن أن أطلب العلم، لأن هذه الدرجة، هذا المستوى من العلم مو متوفر في البلد. المسلمون يحتاجون إلى علماء، لا فقط علماء في الفقه، وإنما أيضا علماء في الطب، علماء في الفيزياء، علماء في الصناعة. العلم الذي يتوقف عليه نظام الأمة علم واجب. إذا كان السفر مقدمة لتحصيل هذا العلم، يكون هذا السفر سفراً واجباً، إما بالوجوب الشرعي والعقلي، وإما بالوجوب العقلي فقط. هذا السفر واجب. إذا كان السفر مقدمة للهداية والتوبة، بعض الأفراد هؤلاء يتورطون في بعض الذنوب وفي بعض المنكرات وفي بعض المعاصي، ولكن هذا الوجدان الديني الموجود يأنبه، ما يخلي ينام في الليل. عندما يضع رأسه على الوسادة يفكر في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي. ولكن هذا الانقلاع عن المعاصي يحتاج إلى مقدمة، والمقدمة هي السفر. ما أكثر الجناة والمجرمين الذين ذهبوا إلى الحج وعادوا تائبين بعد ما ذهب إلى تلك المشاهد وإلى تلك المشاعر. هذه غيرت من روحيته. أحد الإخوة ذكر لي أنه كنت في حالة الطواف، فرأيت واحد من الجنات من المجرمين وهو يطوف حول الكعبة في حالة الذل وفي حالة انكسار وفي حالة خضوع، ودموعه جارية على عينيه على خديه، وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: عبدك ببابك، عبيدك ببابك، مسكينك ببابك. فقلت في نفسي: إذا مثل هذا الجاني، كان يعرفه، إذا مثل هذا الجاني يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، ليش يطمع في رحمة الله؟ لأن الله هو الذي فتح هذا الباب. إذا الله ما كان يفتح الباب، ما كان واحد يطمع. مثل فد واحد مقتدر ينهر الفقراء، أي فقير يجي ينهره، بعد ما يجي فقير عنده. ولكن إذا واحد مقتدر لين العريكة طيب الأخلاق، الناس يطمعون في كرمه، الفقراء يجون عنده يطلبون منه، وربما يحرجونه. الفرد إذا كان لين، الأفراد يحرجونه، يضعونه في مواقف حرجة، يجون يطلبون منه ما لا يليق بشأنه. من اللي فتح هذا الباب؟ هو الذي فتح هذا الباب. الله تعالى هو الذي فتح هذا الباب.
ليش هذا الجاني وهذا المجرم بعد عمر من الإجرام والمعصية يطمع في رحمة الله؟ لأن الله فتح هذا الباب. يقول يا عبادي تعالوا كل ليلة في السحر، على ما أتذكر مضمون الرواية، ينادي المنادي هل من تائب فأتوب عليه، وفي ليلة الجمعة من أول الليل على ما أتذكر الله أو ملك من قبل الله يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضي حاجته. هو اللي فتح هذا الباب. فقلت إذا كان مثل هذا الرجل يطمع في رحمة الله وفي عفو الله، فما بالنا نحن اللي ما مسوين هذه الذنوب وهذه المنكرات؟ على كل حال، كثير من الأفراد هؤلاء تغيروا بعد أن ذهبوا إلى الحج، بعد أن ذهبوا إلى العمرة، بعد أن ذهبوا إلى العتبات المشرفة في مشهد، في المدينة، في الشام، في العراق. إذا كان السفر مقدمة لتحقيق هذا الواجب، يعني كان مقدمة للتوبة، كان مقدمة للهداية، كان مقدمة لتغيير الذات، التغيير الواجب يكون واجبا ولو بالوجوب الغيري،